خلاص هذا التنظيف الأخير. وأخيرا تقريبا هذه آخر طلعة. الكوكيز عندهم يقولون مرة يا هلا والله بنات، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين. رجعت لكم بفيديو جديد. امانه مره متوتره وانا ابغى اصور لكم هذا الفيديو على السريع، ترى انا مره متاخره خلاص تقريبا. احنا اهم شيء كذا دخلت على طول قاعده اتكلم، لانه تقريبا هذه المقدمه صورتها حوالي 3 مرات. كل مره اصورها اقول لا الفيديو مو ظابط، لازم اعيده بكره، وما اعيده بكره اعيده بعد 3 ايام، فهمتوا؟ فياخذ وقت مره، يعني الاشياء قاعده تتطور معايا تصير اشياء تانية، انا لسه ما صورت مقدمة، فاعتبر انا مرة متأخرة في تصوير هذا الفيديو، بس عادي يعني انا اصلا متأخرة في التنزيل، فما في مش كيف حالكم؟ حكوني ايش اخباركم؟ كيف تجهيزاتكم لرمضان؟ وكيف حماسكم؟ ما ادري اذا هذا الفيديو بينزل برمضان او لا. طبعا انا بهذه الفترة فترة نقل، ومو اي نقل يعني من شقة لشقة، لا نقل من مدينة لمدينة، وتقريبا هذا الشيء ياخذ وقت مرة طويل، نخلص اجراءاتنا هنا عشان ننقل وكذا، بس والله شوية الموضوع متعب. دعواتكم يعني، او دحين احنا تقريبا كم التاريخ؟ تقريبا يمكن احنا اليوم 26 فبراير، ايوه 26 فبراير، خلاص من 26 فبراير تقريبا باقي لنا بس اسبوعين هنا في الرياض، احنا لازم ننزل من الرياض، يعني لازم نسلم الشقة. ماجد اصلا بيكون وقتها خلص دوام، وابغى اخلص قبل رمضان، يعني ابغى انزل جدة قبل رمضان. طيب زي ما تشوفوا، معلش حاطة يدي لانه يعكس، كل حاجة خلاص فضيتها تماما. هنا عندي امس رحت على صفقات واخذت هذا التغليف لانه خلاص خلص حقي، وابغى وناقص اغراض المطبخ، فاهمين؟ احتاج، فجبته. ما ادري ليش جبته على غرفة النوم، بس قلت يمكن كذا اغلف كذا كم حاجة. خلاص هذه الاشياء بس دحين راح اشيلها، وهنا الاشياء حقي حق العناية، وماكينة الحلاقة حق ماجد. هذه اخر خلينا نقول. كمان في حاجة تانية، عباياتي خليت لي بس كذا عبايتين احتياط، والباقي كله كله اخذته، فالحين راح اشيل هذه الاغراض الباقيه. حقيقه الموضوع مو سهل، انا وماجد يد بيد وشلنا كل الاغراض، خاصه غرفه النوم جدا فاضيه، قررنا نبيعها اي سعر تجيب لنا هو احنا موافقين عليه، لانه هي غرفه النوم من الاشياء اللي ما راح ناخذها معنا. فالحين انا راح اشيل الاغراض وانظف الغرفه، يعني اشيل عنها الغبار وكذا عشان اصورها. طيب شوفوا هنا خلاص تقريبا كل شيء فاضي، فحقيقة أنا مو فاطرة وميتة جوع حاليا، فالحين راح أخذ الأغراض، بعدين راح أسوي لي فطور، وكمان أسوي لي قهوة عشان أقدر أصحصح وأواجه الحياة. أكيد هذا أكثر مكان مرة وحشكم، اللي هو ركن القهوة. بصراحة أنا شلت كل الأغراض اللي فيه، بس باقي الآلات والقهاوي اللي تحت. يا عيون ماما، إيش تبغى؟ إيش تبغى؟ ممكن ماما تصور؟ ممكن؟ على العموم دحين راح اسوي لي قهوة، مرة في خاطري في بلاك كوفي، وراح استخدم هذه القهوة، دائما تسألوني عنها، اخذها من بندا، تلقونها كمان في الدانوب، تلقونها في اغلب السوبر ماركتات الكبيرة، مرة طعمة بصراحة اطعم شيء ذقته، واهم شيء هذه درجة التحميص ميديوم. وبس طيب راح نسوي فطورنا انا وعمر، البيف بيستري مع النوتيلا. طبعا هالفترة فطورنا اي شيء موجود بالمطبخ قاعدة استخدمه، لانه ابغى اتخلص الاشياء الموجودة بالفريزر،
بالثلاجة على أمل إنه يجي وقت النقل وتكون الثلاجة فاضية تماما. يا الله قاعدة أمر بشعور مرة غريب، الغرفة فاضية تماما. قبل شوي أخذ المكيف اللي كان هنا، فالدنيا شوية حايسة هنا، فالحين راح أكنس وأنظف المكان، وبعد كذا راح نفك الستاير. أفكر إني ما أكنس المكان إلا ما نشيل الستاير، عشان خلاص مرة واحدة يصير أنظف. طبعا مو بس الغرفة فاضية زي كذا، ترى في شوية أغراض هنا، خلينا نقول أغراض أساسية ما راح نشحنها على جدة إلا تقريبا بآخر يومين، لأن هنا في الرياض، لأنها غالبا أغراض أساسية، العنايات الشخصية، ملابس. أنا بقيت كذا تقريبا كذا كم لبس هنا، في ملابس غسلتها ويحتاج إني أنا أكويها، لأنه ما أبغى أخذ معي ملابس وسخانة، خلاص أبغى أخذ كل شيء نظيف. تقريبا صار لي يومين وهذه التسريحة تفطرت الطعام، حاطة هذه المراية الصغيرة والأشياء اللي قاعدة أستخدمها. فأنا هنا سويت لي قهوة أصلا قبل أبدأ التصوير، أهم شيء بدأ الثلج يذوب، لأنه ناوية خلاص أبدأ أشيل أغراض المواعين كلها، لأنه أصلاً باقي لي تقريباً المطبخ، كل شيء بالبيت خلاص تقريباً، في أغراض شحناها تقريباً خلينا نقول ثلاثة أرباع الأغراض حق البيت شحناها على جدة، فباقي أغراض تقريباً المطبخ وكذا كم حاجة هنا موجودة بالصالة، فأبغى أخلص من جد لأنه خلاص باقي لنا أسبوع، يعني هذا الأسبوع لين يوم السبت. أنا هنا قصيت بعض هذه الفقاعات عرفتوها اللي تحمل القزاز، وقصيت تقريباً كذا كم واحد، لسه راح أقص كمان كثير. وعندي هنا اللصق وسوري المقص واللصق، هنا اللصق، وهنا عندي الكرتون اللي راح أحط فيه المواعين. تقريبا هذه الثلاثة الكراتين كلها أغراض المطبخ، عبيت هذول الاثنين خلاص، يعني بس باقي ألصقهم، وهذا تقريبا ثالث كرتون. بين كل طبقة وطبقة يعني زي الحين حطيت الكاسات، بعدين جبت هذا السجاد لأنه أنا أصلا كذا كذا أبغى أشحنه، بس لأنه السجاد شايفين كيف مرة ثقيل، فأحطه كذا أقفله، بعدين أحط طبقة ثانية من القزاز، وأحط طبقة كمان من السجاد، فيصير كذا بإذن الرحمن إنه ما يتضرر معايا القزاز ويوصل سليم. حقيقي الحاجة الوحيدة اللي استفدت منها بوقت النقل الحين من جد يعني فكت علي أزمة، هي الأكياس حق شيئين، فعليا جاء الوقت اللي استفدت منها، حطيت كل الأشياء اللي تحسون إنها تحتاج إنها تنحط كيس، والله فكت لي أزمات، يعني كل الكراتين اللي لميتها كلها فيها أكياس شيئين، الأشياء هذه الخرابيط الصغيرة مرة تفك أزمات. يا صباح الخير، اليوم طلعت فطور لأنه خلاص ما عاد يعني لا في أكل في البيت، وأنا أصلا نظفت آلات القهوة لأنه خلاص أبغى أشيل هذا المكان، يعني الحين راح أشحن طاقة و أشيل الأغراض اللي هنا، سكب الأشياء اللي حايسة، بس والله الوضع زي كذا حاليا بالبيت، في كل مكان بالبيت حايس، يعني
هذه الجهة اللي أقدر أصور لكم هي اللي تعتبر يعني ها لا بأس بها. يلا بسم الله. يا مساء الخير من المول. حقيقة اليوم جيت أدلع نفسي بما إنه آخر يوم في الرياض. قصدي بكرة آخر يوم. وجيت أتسوق بصراحة بالمول اللي مرة أموت فيه. صراحة ما أدري ليش دخلت الدانوب. يعني إحنا بكرة مسافرين. أنا إيش كنت أسوي هنا؟ بس أبغى أقول لكم حاجة. هذا الشيء لذيذ خاصة اللي ودهم شيء حالي بس ما في سكر. قد سبق وجربته. مرة يومي. حبيت توي اكتشف انه في منه نكهتين هنا كمان بس هذا مره يومي. الله مره يجي منه مره حلوين. الله شوف هذه مره حلوه تنفع للتزيين حق رمضان مره تجنن. يلا إن شاء الله السنة الجاية أنا أرتب معاكم يمه تزيين رمضان بإذن الله. تجاهل صوت الأغاني بس واحدة من الأشياء اللي قاعدة أسويها حالياً عشان أقدر أحسن من إنجليزي حقي إنه أشتري روايات أو قصص بالإنجليزي. فمن أول قاعدة أدور كذا أبغى حاجة كذا مرة حلوة بحيث إني مرة يعني مرة أتحمس من أقرأ. جيت على ماركس أند سبنسر مرة جذبني هذا الكيك بالقهوة الكولومبية والجوز. مدري ليش مدخل كي طعمها مع كوب قهوة مرة لذيذ. في منا هنا هذا بالشوكولات وهنا بالليمون. يا مساء الخير من يوم السفر. صدب المكان حاسة خلاص دمعة في عيني بس في نفس الوقت ما رح أكذب عليكم مرة مبسوطة. طيب خلاص تقريبا الحين هذه الشنطة الصغيرة قاعدين نحط فيها الملابس اللي أمس نمنا فيها عشان أول ما أوصل على جدة أغسلها. وبس راح أنظف المكان. شوف كيف المكان حايس. خلاص هذه التنظيف الأخيرة راح أخذ شاور وخلاص راح ننزل على السيارة ونمشي على جدة. ما تتخيلوا قد إيش فيني حماس. يعني ما تتخيلوا قد إيش الثلاثة الأيام اللي فاتت من جد كنت مضغوطة والله. يعني ما أقدر أوصف لكم. يعني حتى أهلي وهم أهلي كنت ما أقدر أكلمهم من قوة الضغط ومن قوة الشغل ومن قوة اللي أنا قاعدة أحاول ألحق خلاص أشيل الأشياء قبل رمضان. بس الحمد لله فعلتها. وبس أهم شيء هناك شيبس عمر نزل مع أبوه قبل شوي البقالة وترك حقه الشيبس. فأنا الحين راح أستغل الوقت وراح أنظف المكان. ما أحب أنزل من الشقة وهي وسخانة. الواحد حلو ينظف المكان اللي هو كان ساكن فيه وبجد ما يقدر مع إنه ما عندي الصراحة المكنسة خلاص شحنتها فبأقل الإمكانيات. حتى بالمكنسة هذه عارفينها العادية ففي أقل الإمكانيات راح أنظف المكان. يا أهلا والله من جدة. أدري ما صورت لكم وقت السفر. آخر شيء صورته وأنا خلاص يعني قلت لكم إني راح أنظف الشقة اللي بالرياض وبعدها ما صورت. طيب قبل شوية صاحية تقريبا إحنا اليوم الثاني اللي أنا بجدة. بس شوية أخذت نفس رحت شفت أهلي سلمت على أهل زوجي يعني قعدت معاهم. وبما إني اليوم صحيت قلت لازم أرتب المكان لأن المكان مرة حايس. فأول شيء طبعا ما في قهوة عندي بصراحة. اوكي شلت الآلة حقي والطحانة لكن ما في بن فسويت لي هذه القهوة الجاهزة على كافيه بس عشان اقدر انجز واقدر اصحصح. صراحة هذا رمضان انا مرة مو متحمسة ولا اخذ جلابيات جديدة. بصراحة معاي جلابيات حق السنة اللي فاتت اللي اخذتها من شيئين فأحس إنها تكفي بصراحة لأنها نظيفة. يعني آخر مرة يمكن لبست منها جلابيتين وغسلتهم ونظفتهم وحطيتهم بالدولاب. فأحس ما له داعي إني أنا أروح أشتري حاجة جديدة. وحاجة واحدة تعلمتها من النقل إنه اكتشفت إنه أنا عندي أغراض بالبيت ما لها داعي وإنه أنا أخذتها بس وصرفت عليها فلوس وما استخدمتها. فأتعلم من النقل إنه أنا ما أشتري إلا الشيء الضروري. والله حقيقي كثرة الأشياء ما لها داعي وتجيب القلق بعدين. يعني سواء إذا صار نقل أو أي حاجة في الحياة. يعني أصلاً خلاص أظافيري مع النقل أتكسرت ويدي صارت مرة جافة. بتخيلين إنه يومياً أرطبها بس مع الكراتين صايرة مرة
مرة جافة ما أدري إيش فيها. بروح هذا اليومين الصالون وأسوي لي كذا تدليل النفس، وراح أدلل نفسي لأنه حقيقي مرة أستحق، لأنه انكرفت كرف بالنقل. قد إيش متعب النقل من مدينة لمدينة. أنا توقعت إنه عادي زي من شقة لشقة، بس أتوقع إنه من شقة لشقة أهون، لأن قد جربت هذا الشيء مع أهلي، فأحس إنه مرة أهون من مدينة لمدينة. واخيرا قهوة عاد الحين. اتوقع انه خلاص راح انهي الفلوج هنا. كفاية يعني تصوير وبس. والله اشوفكم بفلوج اول يوم رمضان.